السلام عليكم. اليوم غادي نحكو على التشقف. التقشف مش التشقف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش حبيتو يا شعب؟ جيت نلعب معاك داما. تتمسخر بيا؟ باهي علاش نشكيلك؟ ايش كاين ربي؟ بصح قسمو معانا الهم. هدر، ما عنديش الوقت. جيت على كلمة تقشف ما فهمناهاش. تقشف قرأ لي دقيقة. تقشف هو تضامن الشعب مع الدولة. هم غلطين هنا. التقشف هي كلمة خاطئة. قلت لك ما عرفش تقرا وراك مريح في هذا الكرسي. اي غميتني ديجا راهي تنط لك حتى البيطان. لا كيفاه دير اكس تاع الشوكولاتة تاع بن سمير. فهمني معنى كلمة تقشف، كيش خرجتوها؟ بون، تقشف هي كلمة كنا نقولوا لها تشقف. عبر الازمان بدلنا لها الاسم ودرناها التقشف. تقشف التاء هي الثقافة، والقاء هي القانون، والشاء هي الشريبة دو شيشي، والفاء هي الفائز، يعني القانون دائما فائز. لما زيتونا الاسكاني الناس عندهم اسكاني وزادوا الداو، كاين اللي راهم 20 بنادم في افئين ما مديتولاش. شوفوا الجيش في دار واحدة، كاين ناس مساكين ناس قلاليل اللي قدوروا تصير كيلو. تشوفوا شكون القليل، تشوفوا اللي عنده سكنة، تشوفوا اللي ما عنده سكنة. كيفاه اون بليس دي صادر تونا كلمة التقشف؟ الناس راهي تحرك في روحها، راهي تقيس في روحها، ديروا لنا حل. ما تفهمش انت، انت يا قاري وانا حابس ومقاري. بونس كيني والله ما تديهم ان شاء الله. احنا طلعنا الزيت وطلعنا السكر وطلعنا الفرينه وطلعنا السميد، هادو خصوصيات تاعنا نربحوهم لينا الربح. الزيت كي يكون يدير 2000، احنا زدنا لهذيك 2000. 2000 في ديرها غير في 100 واحد، تعال هذيك الربح تاعنا. ونعطوكم بها سكنة. طلع صبروا الى 2035 تدو سكنة بسير. هذيك هي تكون متو. بترول هود. احنا يا طلعنا الزيت والمواد الغذائية. شوف سميرة تي في هاي تشري لنا السكر والفارينة وكسكس ماما وكسكس الحافية. تشري لنا كل شيء. وانتم ما تحضروا. ما تحضروش. اشرو وخلونا نربحو وان شاء الله تدوسكنا. راني نقول باللي راه التقشف التقشف ثم التقشف ثم التقشف. كاين الخدمة، تعلموا حرفة، بيعوا الخضرة، بيعوا الطابلة في المرشي، تجنوا بها رزق كبير. بصروا يا شعب، صبروا يا شعب، تفاح مفتاح الفرج، صبروا مفتاح الفرج. تلف هدرتي نديروا اليد في اليد باش نكونوا شخص واحد. هذا هو معنى التقشف يا شعب. يا ودي قاعدنا مشقفين. ابوني مو عمر شانيتي، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم واحبابكم.